مولع مش عارفه اعمل له ايه. انا اديته خافض للحراره، على اخر النهار حرارته هتنزل، كم ده ادخل مع العلاج اللي انا هكتبه كم يوم راحه هيبقى زي الفل. الحمد لله. بس كنت عايزه اسال حضرتك يا دكتور، بيجي له صداع كده كل شويه بيشتكي مني. بعد حرارته ما تنزل ممكن نعمل له اشعه، بس ان شاء الله ما فيش حاجه. ان شاء الله. على فكرة يا معلم، ابنك عمال يقول بابا 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 على طول، الظاهر انه بيحبك قوي.